محاولة زي محاولة اغتيال الشيخ علي جمعة ما هي إلا إثارة كبرى للفتن. الشيخ علي جمعة ده خد مكان الفاضل وما كانش يعني بيقول غلط. الراجل بينصح الناس خد مكانه صح إزاي وبيبعدهم عن العنف عن الإرهاب. ربنا ينجي الكل. تمام. ورئيسنا برضه ربنا ينجيه. من كل واحد غبي. اللي ربنا بيسترها مع العلماء وده عالم من علماء مصر. مش هيتعوض ولا يجينا تاني زيه. الحمد لله على السلامة ويد الغد عمره ما هتنول مؤمن. راجل فضيل شيخ فضيل. قول له ألف الحمد لله على السلامة. حياتك كانت غالية عندنا قوي. الحمد لله ربنا نجاك. ربنا نجاه من كل حاجة. وراجل محترم وده طبعا بتبقى فتن. يعني راجل حسب الكلام الله يعني. وربنا نجاه وربنا يستر البلد كلها يعني.